كيشا، ماذا تفعل هناك؟ كيشا، كيشا، هل ستتكلم اليوم؟ كيشا، ما شاء الله، كيشا، 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 ما شاء الله. إنك ذكي كيشا فروشة. أحسنت كيشا، أحسنت. السلام عليكم. والله أبدو مضحكة جدا، لا أعرف لماذا. أمي، مرحبا. مرحبا. ربما لاحظتم أننا ننزل فيديوهات قصيرة في اليوتيوب، وفيديوهات يعني ننزلها بشكل نادر. لماذا؟ لأنني الآن أركز في حسابي في الإنستغرام، هناك أنشر الحكم. والله كم أنا مضحكة. هناك أنزل حكم وأقوال، ويعني أريد أن أنقل تجربة للآخرين هكذا. اليوم زارنا أحد أصدقاء عائلتي وأحضر لنا بعض الفواكه. نعم، إننا الآن نحتاج إلى الفيتامينات. انظروا، عندنا فصل الربيع، كل شيء أخضر وجميل. Варю суп. Овочевий суп із зеленню, спагетті. Тадбаху умі шурба. Біль худроват, вель макаруна. Маза гонаке? Худар. Свого городу, все вже. Кулю гезгіль худроват мен мазрагатіна. Інна шурба муфіда лільгая. الرائحة جميلة جدا. ليندا، ليندولي، الآن خرجت من البيت لكي أذهب إلى المحل التجاري. أريد أن أشتري بعض المأكولات. أحب إطعام الحيوانات، خاصة حيوانات الشوارع. هذه كلبة ليندا، إنها تحب الزهور للغاية، ودائما تستلقي بين الزهور والأعشاب. ليندا خذي هذا لك، خذي ليندا. ليندا نا 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 نا. ما شاء الله، شهية طيبة. هذا ليلك. والله أحب هذه الرائحة، رائحة فصل الربيع، رائحة منعشة جداً.
دائما عندما أذهب إلى المحل ليندا وكذلك كلاب أخرى ترافقني. أشتري للكلاب يعني بسكويت وأشياء أخرى. الطقس دافئ ولكن السماء غيومة. ها هو محل تجاري. ليندا يطلبان مني بسكويت. الآن اشتريت لهما. يا ليندا الآن انتظروا.